أخبار اليوم. النائبة المحترمة دينا عبد العزيز. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام. النائبة دينا عبد العزيز. أيوة يا فندم أنا هو. أقسم بالله العظيم أن أحافظ تلم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب برعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. ايوه يا استاذ عيد ولا اي حاجه ما جبتش كراميله معاك ولا اي حاجه الصوت مش مفتوح عنده فين ايوه يا استاذ عيد ولا اي حاجه ما جبتش كراميله معاك ولا اي حاجه الصوت مش مفتوح عنده فين ابن المحترم تدرس قلدس بسم الله الواحد اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون لو سمحت وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله لو سمحت وأنا حافظ على استقلال الوطن وفقا للنص الدستوري ووحدة وسلامة أراضيه يرجى أن السيد النائب تادروس قلدس إعادة القسم وفقا لنص الدستور بلا زيادة ولا نقصان أو أي إضافة أي ما احنا كده بس لما نشوف الحالة يعني في طبيب المجلس هيحضر حالا شوف اول واحد فاضل كتير قوي عليكم كلام محمد جاهز بيت اللبات بيت اللبات وساعات اللبات لو سمحتوا اي عباره لا ما قد ترون فيها مساسا بتحذف من النظافه نرجو الهدوء السادة الأعضاء المحترمين لو سمحتوا لو سمحتم إذا لم يلتزم السادة الأعضاء بالهدوء فورا فسوف أقوم برفع الجلسة